هنا يا هندسة، أول ما بتفتح الشاشة ديت بدوس على مانج، بختار الفايل اللي هعمله اكسبورت وبعمل له اكسبورت من هنا، واختار سطح المكتب عشان يبقى مكان فاقي انا شايفه، بدوس اوكي بيقول لي سكسسفول اكسبورتد. خلاص كده هو على سطح المكتب، واقدر اشوفه دلوقتي. هو ده الملف اللي طلع عندي، وهو دلوقتي عبارة عن مجموعة ملفات الامتداد بتاعها تي اكس تي، تمام، او زي تكست يعني. بعدين بروح على ملف الاوميكرون اللي هو ده السيل 411 ال، او بفتح الايقونه دي كده هيفتح لي الشاشه ديت، بقدر من خلالها اعمل فايل امبورت ريلي سيتنج. امبورت ريلي سيتنج هنا جايب لي السيل اهوت، هو ده تي اكس تي، بقول له اوكي هات لي ملف من النوعيه ديت يعني. باجي على سطح المكتب، المكان اللي انا حاطط فيه سيتنج فين، هو اللي انا حاطط فيه السيتنج، تمام، دوت مثلا هو ده، بعمل كنترول اي هيعلم عليه كله، واعمل اوبن هيجيب لي نسبه الخطأ، هي واضح انها زيرو، و221 بارامتر اللي انا قدرت اعمل لهم امبورت. ادوس اوكي، واقدر من هنا انفورميشن على التست على الريلي انفورميشن من هنا كده، لو فتحت على الديستانس كده بيديني الداتا وال المعلومات اللي هي انا سحبتها، بتاكد ان السيتنج بتاعي مظبوط يعني، تمام. هنا ده جروب واحد سيت 1 ريلي كونفيجريشن، هو ده الكونفيجريشن بتاع الريلي كامله. لو عايز تراجع السيتنج اللي انت سحبته تتاكد منه ان هو هنا مظبوط، هتلاقي كل الحاجات دي موجوده هنا، تمام. من قائمه ريو دي لو دوست على الديستانس هنا وبصيت على ايديت، هتلاقي تشوف الجراف بتاعك قبل ما تعملوا الريو فايل يعني، تمام. بس هي دي الايه الحاجات اللي انت تقدر تعملها هنا. تقدر بعد كده تعمل فايل اكسبورت من هنا، وتختار الاكستنشن اللي انت عايزه من تحت من هنا، تخليه ريو، تحطه على سطح المكتب وتسميه باسم انت عارفه، باسم الخليه مثلا ام 10 وليكن. بعدين تعمل سيف، خلاص هو المفروض بيبقى على سطح المكتب دلوقتي، فايل اسمه ام 10 اهو، تمام. بعد كده لما تفتح الفريجة هتقدر تعمل له امبورت زي ما حضرتك عارف الطريقة اللي هي الايه المعروفة، لما تفتح الديستنس وتكتب اسم الفيدر تكست شال، لو عايز تطبع تست ريبورت يعني. بعدين تيجي من هنا لازم تكون عامل نيو الاول، او يعني تكون مفيش قيم موجودة، لان لو في قيم موجودة مش هيفتح الريو معاك. فلو الريو كده معاك مظبوط تعمل من هنا، تضغط على الزرار ده وبعدين تتك هنا كده، تجيب من على سطح المكتب الريو فايل اللي عندك. المفروض اسمه احنا عملناه ام 10، مش عارف تحصله، ممكن تكتب ام 10 هو يطلع عندك على طول هنا، وبعدين اوبن. هو بيطلع في التلات اماكن اللي هو في سنجل فيز والدبل فيز والثري فيز، تعمل يس هيطلع لك ممكن خطأ بسيط كده لان مفيش ماتشنج ما بين الجهازين يعني، وعادي يعني الخطأ ده وارد يعني، ان هو مش مطبق بالظبط على القيم اللي هنا، فهو بيقول لك هيعمل لك حاجات اضافية يعني. فالحاجات دي انت بتقدر تعدلها، زي مثلا القيمة دي تشيلها من هنا، وقيمة الزيرو دي تخليها زيرو، 411 دي تخليها 400، وال 811 دي خليها 800، وال 2500 دي تخليها 2500. هنا التولرنس حاول تزودها مثلا تخليها 5 5 5 5، زون 2 خليها 10، زون 2 عشان خليها 10 بتبقى حساسة جدا، خليها 10، ممكن تطلع 6 7 كده يعني. هنا 50 ملي سكند، وخلي دول برضو الامبيدنس تقدر تخليها 5 بس. هو ده كل الشغل اللي عندك في القصة دي. وخلي هنا التيار مثلا 1 امبير، لو ستات على 5 خليها 5 امبير. بعدين تيجي عند الار اكس
هتلاقي الجراف بتاعك تخفف السكيل من هنا، اكيد حضرتك عارف الحاجات دي، تخفف السكيل من هنا وخلاص. بس هو ده كل اللي في الموضوع يعني. السلام عليكم.